The rain that Storm Daniel has brought to parts of Greece is never ending. Storm Daniel. Storm Daniel. مطلع سبتمبر أيلول الجاري، ضربت اليونان عاصفة أطلقت الأرصاد الجوية اليونانية عليها اسم دانيال، على أمل أن تكون خفيفة كما الأعاصير الخفيفة التي شهدتها البلاد من قبل، إلا أنه تحول إلى إعصار شديد لا سيما مع وصوله إلى ليبيا. الموتى تجاوز 2000، أحياء كاملة مشت مع البحر يعني. أحياء كاملة اختفت بسكانها دكتور أسامة. اختفت بسكانها. حتى صنف واحدا من أقوى الأعاصير الممطرة وأشدها في آخر 100 عام، ويعد أحد أشكال التغير المناخي المرعب الذي يضرب العالم وتزداد ضروته عاما بعد عام. لكن ما هو الانهيار المناخي؟ وما هي الآثار المتوقعة للانهيار المناخي على البشرية والبيئة؟ الانهيار المناخي قد بدأ. بهذه العبارة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دخول العالم مرحلة جديدة من الاضطرابات المناخية الحادة. فالعالم اليوم من شرقه إلى غربه يعيش العديد من الكوارث المناخية، وما أن تنتهي كارثة حتى يعلن عن أخرى، في مشهد يفسر مصطلح الانهيار المناخي الذي لم يسبق وأن سمعنا به من قبل. الحرائق أدت لمقتل العشرات وهروب الآلاف. ومنذ مطلع عامنا الجاري عاشت الدول حول العالم في حالة من التوتر المستمر من إخماد الحرائق التي حولت خضرة غاباتها إلى رماد، لتجد نفسها تحت وطأة سيول الفيضانات المفاجئة التي أغرقت بغزارتها مدناً كاملة. دانيال الذي ضرب سواحل اليونان واجتاح شمالية وشرقية ليبيا مخلفاً أضراراً مادية وبشرية كبيرة. وما حدث في ليبيا ومن قبلها الصين واليونان والبرازيل ما يزال شاهداً على عنف هذه الكوارث التي قتلت الآلاف هذا العام وشردت أضعافهم، تاركة خلفها دماراً يبدأ بالمنازل والبنى التحتية ولا ينتهي عند قلوب الذين فقدوا ذويهم وشلت عجلة حياتهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلم يعد هناك أي من مقومات الحياة، ولم يبقى لديهم سوى تفادي أي كارثة جديدة قد تحل نتيجة الأوبئة المتوقعة من الجثث ورائحة الموت. ومن الإحصائيات التي توضح حجم وخطورة الانهيار المناخي، فقد سجلت درجة حرارة سطح الأرض ارتفاعاً بواقع 1.09 درجة مئوية أعلى خلال السنوات 10 بين 2011 و2020 مقارنة بما كانت عليه بين عامي 1850 و1900، لتصبح بذلك السنوات 5 الماضية هي الأكثر حرارة على الإطلاق منذ عام 1850. كما تضاعف المعدل الأخير لارتفاع مستوى سطح البحر 3 مرات تقريباً مقارنة بالفترة بين عامي 1901 و1971، وارتفعت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى أعلى مستوى في التاريخ، ووصلت إلى 410.5 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019. احترار المحيطات أيضاً وتحمضها أدى إلى تدهور 70% من شعاب المرجان في جميع أنحاء العالم. وهناك أيضاً في أقاصي كوكبنا جبال الثلوج استسلمت للذوبان نتيجة الاحتباس الحراري، حيث أصبح مشهد تحول الثلوج إلى بحيرات يتكرر في أكثر مناطق العالم برودة بشكل سريع. وكيف لا وقد مررنا في السنة الأكثر سخونة على الأرجح على مر التاريخ، وفق ما قالته العديد من المراصد المعنية بالتغير المناخي حول العالم. ويلقي العلماء اليوم اللوم في تغير المناخ المسبب للكوارث الطبيعية على الإنسان نفسه، الذي يستمر بالاعتماد على الوقود الأحفوري والذي أثر على المناخ بشكل قد لا تكون هناك رجعة فيه. وبحسب عدة تقارير فإن هناك ما بين 3.3 إلى 3.6 مليار شخص يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ. وأخيراً فقد بات من الواضح أن أزمة المناخ تتفاقم بشدة في ظل الافتقار إلى الاستجابة الجماعية الدولية وقلة جهود معظم الحكومات، لكن يجب على الإنسان ألا يقف مكتوف الأيدي، فتقليل حدة التغير المناخي تبدأ من عند كل شخص عندما نتبع نظاماً يخفف من الانبعاثات الكربونية، كأن نتحكم بشكل جيد في أجهزة التدفئة والحد من استخدام البلاستيك
عبر استخدام العبوات والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام والاعتماد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة للتزود بالطاقة الكهربائية، وصولاً إلى بدء استخدام السيارات الكهربائية والاقتصاد باستخدام المياه واستغلال الحدائق والزراعة بشكل مناسب يساعد في تعزيز جهود حماية المناخ.